السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بس هتكلم معاكم كده، مش هطول كتير، بس معلش اسمعوا لغاية الآخر في حكاية الانتراكتيف اونلاين تريننج، وإزاي التعليم التفاعلي هيفرق كتير جدا وهيختلف عن التعليم العادي، وإيه الفرق. هل يا ترى إن أنا أتفرج على فيديو على اليوتيوب وأقول إن ده التعليم الإلكتروني أو على ما يمثل اليوتيوب من المواقع الكتيرة اللي موجودة، ولا التدريب الإلكتروني التفاعلي هيبقى مختلف تماما عن فكرة ان يبقى عندي منهج حتى لو فيديوهاته كويسة وكل حاجة ومشروحة ومترتبة ومحطوطة على الانترنت ولا حاجة. الفيديو بيبقى دايما عندك مسجل ومباشر وفي تواصل دائم، الدروس بتتسجل وبترفع وبتوصلها في اي وقت، سواء كانت مسجلة يعني اللي هي زي اليوتيوب او زي غيره، وبتبقى وكمان الدروس اللي بتبقى لايف، لان يبقى في تفاعل وتواصل ما بينك وما بين المحاضر. طبعا بيبقى في برضه مواعيد محددة للتواصل مع المدرب بشكل مباشر، وده طبعا بيساعد الناس اللي على الانتظام، الناس بالذات كمان اللي هي بتبدأ دايما كورس وما بتكملوش، بتبدأ دايما كورس وما بتكملوش. المنهج بنكمله لغاية النهاية، مش بس جزء من كورس، أو في فيديوهات بتقعد مرفوعة في الآخر تكتشف إن لسه في جزء مش كامل أو غيره. المنهج بيبقى مرتب ومعلن من البداية، وفي النهاية كمان بنراجع المنهج اللي احنا كنا معلنينه ونشوف اتأكد إن هو اكتمل وما اكتملش، وبنركز فيه على المحتوى وليس الوقت، والحتة دي تقتل اي حتى تعليم الجامعي الضعيف اللي هو بيبقى فيه المحاضره مش عارف 10 محاضرات على مثلا 10 معامل ولا 7 معامل، كل محاضره ولا حاجه بساعه ساعتين، ما بيكملش 30 40 ساعه. احنا هنا بنركز على المحتوى، ممكن نضرب الرقم ده في 7 مرات او في او 8 مرات، او حتى ساعات بنوصل ل 10 مرات، 10 اضعاف. التواصل مع المدرب بيكون بشكل مريح جدا جدا من خلال منصات تواصل، من خلال اونلاين شاتس، من ايميلات، دروب بوكس، غيره، اي طرق التواصل. هنشوف جزء دلوقتي من حاجة كنا عاملينها لايف، ونشوف بس التواصل ده بيتم ازاي. اتفضل. اي اسئله بتاعت عن المحاضره اللي فاتت يا عمار؟ انت بتقول ان انت شيرت لي التاسك بتاعك من الدروب بوكس بتاعك على الايميل. انا دخلت على الايميل اهو، في محمد بيدور لسه بعد دلوقتي حاجه اهو، لسه عامل كومنت دلوقتي 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 على طول يعني. زميلنا بيقول بعت لي التاسك اهو على الدروب بوكس، بيقول لي ان التاسك لما الزرار رقم 4 مش عارف ايه المسؤول عن تشغيل الداتا الجافا سكريبت. زي ما احنا شفنا التعليق المباشر ده بيورينا ازاي بنقدر نتواصل مع المدرب بتاعك باكتر من شكل بدون مشكله. العمل بيبقى عمل متكامل، الدروس بتتسجل وبتترفع توصلها في اي وقت، المسجله موجوده واللايف موجوده، المناهج مراجعه زي ما قلنا ومترتبه، وبرضه بيراجع دايما استكمالها. ليك حق الوصول في كل التمارين بالسورس كود اللي اتطبقت، ليك حق كمان ان احنا بنرفع لك اساينمنت عشان نشوف مستواك وبنرفعها لك، وليك حق توصلها في اي وقت. الوصول برضه للمنهج العلمي او ملفات الباوربوينت بيبقى موجود ليك، برضه بيبقى ليك مكانك الخاص اللي بترفع فيه الشغل بتاعك وبنراجعها وبنقيمها وموجودة يعني. ده طبعا كله مش متواجد في ان انت تتفرج على فيديو يوتيوب عادي. نشوف مثلا مثال من محاضرة لايف. راجع يا محمد، هتلاقينا ان شاء الله احنا رافعين على الفولدر بتاع الجروب بتاعكم اهو، والاساينمنت مرفوعه بالكامل، مفيش يعني اساينمنت ناقصه، هتلاقي كلها ايه بتواريخها. هتلاقي برضو الفولدر بتاع الاكزامبلز، تقريبا رافعين الاكزامبلز كلها. انت بتقول الاكزامبلز مش كلها؟ لا الاكزامبلز كلها، بس انت اصبر شويه يكون بيلود عندك ولا حاجه، لان الاكزامبلز كتيره فبياخد وقت على ما يفتح لك الاكزامبلز كلها. وفي الفولدر اللي هو بتاع الفايلز انا برفع لكم، بس لو احنا كنا عملنا ايمج، كنا عملنا فلوت شارتس، كنا كتبنا كلمتين، برفع لكم الحاجات دي كلها في الفايلز. السلايدز انا برفع كل السلايدز اللي عملناها اللي هي النظري، اما العملي كله فهو عملي بنطبقه بشكل مباشر، اما كل السلايدز النظري برفع لكم. الستودنت اريا طبعا دي هنا اللينكس بتاعت الفيديوهات، ودي الستودنت اريا بتاعتكم. طبعا الاساينمنت اللي بترفعه لي بتاعه وراجع حاجتك كده يعني، حتى هنا مثلا بدور التاسكس بتاعته اللي كان فيها التعليق اللي احنا كنا اصلا حتى كان فيها التعليق اللي احنا كنا حليناه قبل كده مع بعضينا يعني، حليناه مع بعضينا قبل كده يعني، هو التعليق ده اللي احنا كنا شفناه وحليناه مع بعض اونلاين قبل كده. بعد كده بنتكلم على ان انت بتستفيد من حكاية الاستفسار اثناء الشرح لايف. انت هنا بتبقاش مستمع بس للفيديو اللي بيتعرض لك، انت بتناقش النقاط اللي انت عايزها، بتستفسر عن شيء، ممكن تخلي اللي بيشرح لك يعيد، ممكن تخليه يديك مثال غير ده عشان ده مش فاهمه، ممكن تخليه يعيد المثال وتشوف اللي هيحصل ايه، او تغير في المثال لو ضفنا كذا هيحصل ايه، لو مش ضفناش كذا هيحصل ايه. وده شيء مهم جدا عمرك ما هتلاقيه في الفيديوهات الاونلاين العادية. ممكن نشوف جزء برضو من حاجة مباشرة كنا عاملينها قبل كده ونشوف الفرق. نشوف
فهمت السؤال صح. كل انا عايزه ما يقوليش في بوزيشن 3 على اساس ان هو بيتكلم بني ادمين يعني مش بتاع كمبيوتر. فيقول لك بالنسبه له هو احمد رقم 1، بهاء رقم 2، حدره رقم 3، احسن رقم 4. فممكن يقول الاربعه عادي. فطبيعي دي طبيعه الحال ان احنا مش ماشيين اندكس، هنبقى دايما ماشيين ايه بالارقام بتاعه البني ادمين. فتعال هنا كده وقول له بوزيشن زي ما يكون زائد 1 ده. فكده عملتها دايما جروت ايه هتطلع بالترقيم اللي هو البني ادمين اللي هو من غير صفر يعني، او بوزيشن دايما زائد 1. فطبيعه الحال هيبقى هيقول لك بقى ايه رقم 4 وهيمشي معاك بالظبط، ما فيش فيها مشكله خالص. اهي بعد كده من المميزات برضو التانية اللي انت بتستفيد من كل المشتركين، انت بس مش بتستفيد من المدرس اللي بيدرس لك، لا انت ممكن تستفاد من افكار الاخرين، ممكن توضح المشكلة يعني في مشكلة خاصة بفرد بنوضحها لكل المتواجدين للاستفادة طبعا، وان الناس ما تقعش في نفس الاخطاء اللي بنعرضها لزميلنا. برضو بنوضح الافكار الجميلة، لو في حد عمل فكرة جميلة او شرح حاجة كويسة او عمل طريقة كويسة بنشوفها وبنستفيد منها كلها. وبرضو في مجموعات بتتكون عشان نقدر نساعد بعض ونتعامل مع بعضينا ونفيد بعضينا. برضه وجود اكتر من حل، انت بتشوف كل الحلول بتاعت المشتركين، يعني في حد بيبعت حل وده بيبعت حل وده بيبعت حل، وبنبص على افكار الناس كلها والطرق المختلفه. برضه هنشوف جزء من جانب من جوانب المحاضرات دي ونشوف الكلام ده كان بيحصل ازاي مع زمان. طيب كويس جدا، يعني شفت مجموعه من الاجابات بس ان شاء الله كلكم كويسين، كلكم فكرتوا بسرعه. عملت بس الكونديشن هو ان الرقم يكون اكبر من ايه؟ اكبر من الصفر، وفي ناس اكبر من او يساوي الصفر مش تفرق خلاص. لانك انت ممكن تحط شرط تاني ان هو لو بصفر يعني هتعمل حاجه تانيه. في حد اهو محمود سليمان اهو عمل حل جميل. هو عمل ايه؟ قال لك لو الرقم اكبر من الصفر يبقى النتيجه بتاعته بوزيتيف، صح كده؟ حلو جدا، اكبر من الصفر رقم موجب. طيب انس بقى لو ما كانش اكبر من الصفر، ما كانش اكبر من الصفر لقى نفسه دخل في كونديشنال تيرناري تاني. ايه هو بقى؟ قال لك طب الرقم ده اصغر من الصفر؟ لو اصغر من الصفر فعلا يعني هو دلوقتي طلعت لا مش اكبر من الصفر، يبقى هيروح في الجنب ده، الجنب ده كله على بعض. هيلاقي هل لو عمل كده نستد، عمل نستد يعني تداخل في الجمله. فقال لك اه لو كان كده يبقى خلاص، يعني لو كانت مش اكبر من الصفر هيخش هنا، طب الرقم اقل من الصفر؟ اه اقل من الصفر، يبقى نيجاتيف. طب ما كانش اقل من الصفر يبقى خلاص بقى، ولا اكبر من الصفر ولا اقل من الصفر، حط على طول يبقى ده اكيد بصفر. ده اكيد بايه؟ ده اكيد بصفر. ممتاز ممتاز يا محمود يا سليمان. من ضمن برضو الافكار المهمه جدا ان في تمارين وحل المشاكل، ودي حاجه مهمه جدا جدا وبتقرب ناس كتير جدا بالذات في المجال اللي هو التطبيق دوت. طبعا انت المفروض ان انت بتاخد امثله كتير بتجرعك بتمارس، انت بس مش مستمع، انت بتمارس فعلا بالامثله والتمارين اللي انت بتاخدها، ليك حق التعليق على اي مثال، وممكن يتم وبيتم طبعا الرد على مشاكلك. بيطلب منك مهام برمجيه اللي هي تاسكس بتاديها وبتراجعها، لو في نتاكد ان وصل لك المعلومه بتعرف تعملها ولا لا. بيبقى في حل مباشر لاي اساينمنت انت بتبعت لك عندك مشكله فيه بتاع كلام زي كده، بنحلها وبنعرضها قدام الجميع عشان الكل يستفيد. الموضوع زي ما بناكد كده وبنلخص بنقول الموضوع مش شرح بس، لا مهم جدا المتابعه ومساعده كمان للطلبه وحل المشاكل. تعال نبص على برضو على حاجه زي كده من محاضرات اللايف. زميلنا بيقول بعت لي التاسك على الدروب بوكس، بيقول لي ان التاسك لما الزرار رقم 4 مش عارف ايه المسؤول عن تشغيل داله الجافا سكريبت، بيشتغل اول مره بس لو كان ضغطت عليه تاني ما بيشتغلش. يعني هو بيقول ان اول مره بتدوس على الحاجه بتشتغل، بعد كده ما بتشتغلش. طيب ماشي، هبص على التاسك بتاعك دلوقتي، هنا الاثنين هتخش على كده واشوف. ماشي، نختار الدور، الدور الثالث مثلا. انت زرار الحساب ده ولا ايه؟ ماشي، زرار الحساب دوست، قال لكم اشتراك المصعب بجنيه المصري 50، تليجرام مصحف بجنيه المصري 300 جنيه، اجمالي المبلغ المطلوب سداد 350 جنيه. زي الفل. اما ادوس ثاني ما بيحسبش، يعني تقصد لما بعمل كده مثلا الدور الخامس وادوس ما بيشتغلش ثاني، صح؟ طيب هفتح الفايل بتاعك و ان شاء الله اشوف دلوقتي الحل بتاع مشكلتك. انت اكزامبل 3 صح؟ كل اللي انا محتاج بس اقول لك ان الحل طلع عباره عن ان الاكزامبل 3 ده كل اللي محتاج منك انك تعمله انك اسف في الجي اس بتاعته، او لا هنا عادي هتيجي هنا في الحته كنت بتقول عليها رنت، خليها رنت فاليو خلاص، ودي سيف
وتعالى على ملف الجافا سكريبت وخلي الفانكشن بتاعتك اللي انت كنت مسميها رينت هتسميها معلش ما تسيبش مسافه كده ما بينهم وبين الاقواس اسمها رينت فاليو وادي له سيف وتعالى نجرب الاكزامبل بعد ما عملنا بس غيرنا اسم الفانكشن هنلاقي ان احنا لما جينا غيرنا الدور الثالث ودوسنا على الزرار قال لي 50 350 350 طول الدور الثامن ودوس على الزرار قال لي 75 250 325 ايه اللي حصل؟ هقول لك عينيا ايه اللي حصل. من ضمن برضو الحاجات المهمة جدا انت بتستفيد منها في التعليم التفاعلي دوت ان انت بتبقى طبعا هنا بتتعامل كشخص ذو رأي وذو قيمة وتقدر تتواصل. لما في الاونلاين كورس انت خلاص انت بتسمع وبس، هنا انت لا مش مستمع بس، انت ليك رأي وتستطيع انت تعبر عنه في امتحانات وفي اختبارات في مقابلات اونلاين وليك طبعا حق الاستفسار عنها وتحلها وتحسن مستواك وترجع تحلها تاني، طب انا عايز اعمل اونلاين تاني مقابلة تانية الى اخره. برضه بيجرى استطلاعات رأي مباشرة على طول واحنا قاعدين بناخد رأي وبنعمل أفضل حاجة للكل طبقا لرأي الناس كلها. برضه بنقدر نستمع ليك كويس جدا وبتوضح اللي أنت عايزه، حتى لو أنت مش قادر توضحه بالكلام ممكن تقدر تخش معانا ونسمعك في أي وقت، حتى سواء كنت في المحاضرة ذات نفسها أو في وقت تاني آخر. يعني نشوف مثال مثلا من محاضرات اللايف اللي احنا كنا عاملينها قبل كده ونشوف فيها الفكرة دي. أنس عايز يكلمني فأسمع أنس بعد إذنكم وأشوف بس رده وأرد عليه إن شاء الله. تفضل يا انس. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله وبركاته. انا سامعك كويس. اه سامعك كويس. كل اللي احنا عايزينه او انا عايزه اللي هو افهم ان الفانكشن دي المبرمجين قدام بيستخدموها في الحاجات الادفانسد بيعملوا بيها واحد اثنين وثلاثه وانا قدامها بفهم. طيب ماشي. دي وفهم. اوكي. بس افهم ان الشكل دوت البدايه دوت بيوصلني لكذا في النهايه. كويس جدا. كلامك بسيط. افهم مبدا اهميته. طب هرد عليك. اتمنى اكون وضحت لكم يعني جانب بسيط من التعليم الالكتروني دوت التفاعلي، وازاي في فرق كبير جدا 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 ما بين انك تتعلم من كورس حتى لو كان هو اونلاين وفيديو وما بين الانتر اكتيف اونلاين ليرنينج او اي ليرنينج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.